بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وهنا وسعادة دايما يا رب. بإذن الله النهاردة هنعمل حاجة خفيفة جدا من بواقي الخيط، وعندنا بواقي لولي. هنشوف هنعمل ايه مع بعض حبايبي. هنجيب كده الخيط معانا، بسم الله، وهاجي هلفه كده يعني 15 لفة كده، حوالي 15 لفة. تلتاشر، 14، 15، وهسيب طرف من الخيط كده، تمام، حوالي متر. وهاجي ألضم الإبرة بالشكل ده، هجيب اللضامة وزي ما احنا متعودين، وهلضم الخيط كده عشان طبعا الخيط سميك. وهتعملي أي لون معاكي بقى بالراحة خالص كده، وايه تسحبي كده. هاجي بقى حبايبي، طبعا الابرة دي ملهاش سن، دي ابرة كنف. لو هتستخدمي ابرة عادية فهنعملها من الظهر كده عشان طبعا ما ايه ما نجرحش الصباع بتاعنا. هاجي كده، بسم الله، هاخد كل الطبقات على ايدي بالشكل ده كده على الابرة، وهلف الخيط من قدام الإبرة الطريقة دي. هشتغل كده كل الايه كل الدايرة بالشكل ده بالشكل ده كده اهو. ممكن اطلعها واشتغلها كده بره اهي. طبعا احنا نعمل وردة من الخيط. الوردة دي ممكن نستخدمها كتوكة، ممكن نستخدمها نزين بقى الملابس بتاعتنا، ممكن ملابس كروشيه الاطفال، هي لها استخدامات كتير بالشكل ده. وحاولي وانت تشتغلي يبقى كله ايه جنب بعضه بالطريقة دي كده. مكملين اهو لحد ما اخلص الدايرة كلها. على طول نستفيد من بواقي الخيط عندنا، ما نرميهاش، هنعمل منها حاجات كتير جدا، وبإذن الله هنعملها مع بعض بإذن الله بالشكل ده كده اهو.
سهلة جدا، مفيش فيها أي حاجة. ممكن أي واحدة مبتدئة ما بتعرفش مثلا تخيط هتعملها لبنوتتها، هتتبسط منها جدا، ممكن بنوتتها ايه برضو تساعدها فيها، هتبقى فرحانة جدا بالشكل ده. تمام، آخر واحدة هاجي بقى عشان أزود، هقفل هنا كده ماشي بالطريقة دي، هاجي عشان ما سيبهاش سادة كده، هجيب حبة اللول دي بالشكل ده. ثلاثة كده، وهاجي هنعد كده 1 2 3 وهدخل من هنا كده بالشكل ده، هعملها بس تثبيت كده اهو، وهاجي ادخل من بعدها كده تمام، وبرضو حط 3 حبات بالشكل ده. طبعا هتغير حضرتك في الخيط، هنغير في اللولي برضو، ممكن لو عايزين تغيره في شكل اللولي بالشكل ده. ونكمل، طبعا الخيط عندك مش هيكفي، هن ايه هنزود الخيط تاني، هنحط 3 لحد ما نكمل الشكل كله بالطريقة دي. نكمل حبايبي اهو، حط 3 نفس الطريقة نثبتها كده بالطريقة دي. هنكمل آخر مجموعة بالشكل ده، هنثبتها وفي ثواني عملنا اكسسوار، مفيش اسهل من كده، اي حد يقدر يعمله اهي. وهنيجي في النص هنا وهنحط بقى ايه حبيت لولي اكبر من الحجم ده تمام بالشكل ده كده، احط الحبايه اللي دي هتظهرها اكتر هنعدلها كده وايه، وطبعا بالخيط هتبقى امتن من ان احنا نلزقها بالشم، واثبتها من تحت زي ما قلت، دي جاهزة جدا ان احنا نعملها، نعمل بقى كذا واحدة جنب بعض ونعملها في طوق او نعملها في توكة، هتغير الشكل جدا لو توكة عندنا قديمة هتجددها وتخلي شكلها ايه جميل. ده الشكل بتاع حبيبي اهو تمام، اتمنى الفيديو النهاردة يعجب حضراتكم، ويا ريت اللي ما اشتركش بالقناة يا ريت يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصل كل جديد. اتمنى لكم حياة اسعد،
جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.